المفهوم العام للباور فاكتور. التعريف الصحيح للباور فاكتور هو مش كوساين فاي، هو كوساين فاي هاي حالة خاصة منه. يعني بحالة خاصة لما يكون عندي لينير لود، ايش يعني لينير لود؟ لينير لود يعني عندي اذا حطيت انا if I impose a sinusoidal voltage هون على لود، اذا اللود هذا كان لينير لود معناها اذا حطيت عليه sinusoidal voltage من هون V of T ايش لازم يسحب؟ sinusoidal current. هذا تعريف اللينير لود. اي لود اذا بسمي هذا اللود لينير لود معناها اذا حطيت عليه sinusoidal voltage لازم يسحب sinusoidal current. هلا الكرنت اللي بسحبه راح يكون الماجنتيود بيعتمد طبعا على النتورك والفيز انجل بتعتمد على النتورك، بس هذا الكرنت الفريكونسي تبعته شو لازم تكون؟ نفس الفريكونسي تبعت الفولتج مزبوط، نفس الفريكونسي ولازم تكون sinusoidal. الاختلاف راح يصير بين هذول الاثنين هو الزاويه الفيز شيفت والماجنتيود مزبوط. بس لكن اذا سحب اذا حطيت هون نون لينير لود، النون لينير لود يعني شيء بيحتوي سويتشنج زي دايودز زي ثايرستورز اس سي ارز او اي جي بي تيز، بس حطيت هذول الاشياء اللي صار في سويتشنج تحول لنون لينير لود فصفيت، اذا بحط عليه sinusoidal فولتج ما بسحب sinusoidal current. في حالة اللينير لود، في حالة اللينير لود الباور فاكتور، الباور فاكتور هو تعبير عن الافشنسي تبعتي. يعني خليني افترض اعطيك مثال غريب جدا على الباور فاكتور. لو انا في منزلي هون عم بسحب من شركة الكهرباء، هاي عندي لايف ونيوترال، اجيت في المنزل قررت اني ما احط ولا ريزيستر، في البيت تبعتي جبت اندكتر ضخم جدا 3 هنري او 4 هنري شيء ضخم ضخم وحطيته هون، شركة الكهرباء حاطت لي العداد هون الميتر. الميتر ايش بعد لي؟ باور. ريل باور ايش وحدتها؟ واتس. او اللي هي كيلو وات، كيلو وات اورز مش هيك؟ كيلو وات اورز اليونت الصحيحة مش جولز كيلو وات اورز. واجت شركه الكهرباء حطت لي اعطتني هاي الفولتج السنجل فيز، اعطتني اياها فولتج من هون. لما يجي باخر الشهر قديش راح احاسب؟ قديش راح احاسب هاي شركه الكهرباء؟ زيرو. ليش؟ مش عندي ريزيستنس. بس هل في باور راحت ورجعت بيني وبينهم؟ في مزبوط. وفي كرنت سحبوا بالشركه؟ اذا شركه الكهرباء تضررت مزبوط. ليش تضررت؟ لانها عملت جنريشن وبعتت كرنت وصار في لوسز في هذول، هذا الخط هون في ريزيستنس وخسرت مش هيك؟ قديش الباور فاكتور انا بحالتي هاي؟ زيرو. زيرو نسبة ايش لايش؟ نسبة الريل باور للابارنت باور. قديش الابارنت باور هون عبارة عن V؟ ايش لازم تكون V هون؟ RMS V I RMS مزبوط. فصارت عندي هون الباور اللي انا بسحبها او الابارنت باور اللي هي S مش هيك؟ S اللي هي الابارنت باور بتساوي V RMS في I RMS. وايش وحدتها؟ في في اي او في اي او كي في ام. الريل باور تبعتي صارت في ار ام اس في اي ار ام اس كوساين فاي. التعريف الصحيح للباور فاكتور ايش هو؟ والريل باور على ابارنت باور. في ار ام اس على في اي ار ام اس على في ار ام اس اي ار ام اس كوساين فاي مضبوط؟ هذول الاثنين مع بعض ايش صار؟ اذا التعريف الصحيح للباور فاكتور هو الباور اللي بسحبها على الابارنت باور. هذا ممتاز بحاله اللينير لودز لكنه مش صحيح بحاله النون لينير لودز. فبحاله النون لينير لودز بدي اضطر ارجع لاي تعريف؟ للتعريف هذا اللي هو الريل باور على الابارنت باور. هلا السبب انه انا لما بسحب نون لينير نون ساينوسويدال كرنت، شو يعني نون ساينوسويدال كرنت؟ شو بيحتوي هذا الكرنت؟ يعني نفترض عندي كرنت، انا سحبت كرنت من الشركه شكله زي هيك، النتورك تبعي اللي انا مركبه، السيستم اللي انا مركبه خلاني اسحب كرنت زي هيك من شركه الكهرباء، معناها انا ايش سحبته من شركه الكهرباء؟ هذا ايش بقدر احلله؟ الهارمونكس. يعني شو بقدر احط؟ بقدر انه هو اقول هذا بيساوي فاندمنتال ساينوسويد زي هيك، وثيرد هارمونيك 1 2 1 2 3 ثيرد هارمونيك مزبوط، وفيفث هارمونيك وسيفنث هارمونيك مزبوط. اذا
مين اللي رح ينحسب عليه باور؟ مين اللي من هدول هو رح يحسب باور ويشغل العداد من هدول الهارمونيكس؟ بس الفاندمنتال. ففكرة الباور فاكتور انه انا عمالي بقول انا عمالي ببذل جهد بس اللي في النهاية بنقل باور عندي جزء محدود مزبوط. هون ايش كان سببه بالحالة هاي؟ ليش هون ما نقلتش كل الباور؟ يعني لو انا اجيت هلا هون حطيت مع الاندكتر هذا حطيت ريزيستر رح ابدا اسحب باور من الشركة واحاسب عليها، بس ما رح تكون 100% مش هيك، رح يكون في جزء انا حاسبت عليه وجزء ما حاسبت عليه مزبوط. فهي كانها نوع من الافشنسي. شو يعني؟ يعني هون انا في عندي الانفشنسي تبعتي كانها كوساين فاي، لو كانت هاي فول ريزيستيف قديش تكون كانها الافشنسي؟ 100% واحد اللي هي كوساين فاي. يعني كاني بقول الكرنت اللي عم بستعمله كله عم بستفيد منه كله عمالي بستعمله حتى انا اوطاطي، لكن اذا نزلت للنص كان كانه صار عندي ايش؟ الباور نص الابارنت باور، فانا عمالي ببذل جهد بس مش عم بنقل ايش؟ غير نص، بس نص. فالباور فاكتور هو كانه نوع من الافشنسي. وبالنسبه لشركه الكهرباء واضح المشكله، المشكله انه الباور فاكتور اذا صار نص عم بالي انا بتغلب وبنقل كرنت بروح كرنت وبرجع، والكرنت هذا ما عم بستفيد منه كله بس جزء منه. السبب انه في عندي فيس شيفت ما بين الفولتج والكرنت في حاله اللينير لودز. نفس الفكره هون، هون مين اللي استفدت منه من هدول الكرنتس؟ الفاندمنتال، لانه الويف فورم صارت ديستورتد. مش الويف فورم ديستورتد بطلت ساينوسويد، لو انها كانت ساينوسويد والفيس شيفت كان زيرو كان باور فاكتور بكون واحد. بس انا المشكله عندي هون ايش صار؟ في عندي ثيرد هارمونيك هذا بنقولش ولا باور، والفيفث هارمونيك بنقولش باور. فما الشركه ما تقدر تحاسبني، ما بيطلع العداد ما بعد لما بمر الثيرد هارمونيك والفيفث هارمونيك. الوحيد اللي بعد عندي هو الفاندمنتال. فلو انا اخذت الباور اللي موجوده بالفاندمنتال وقسمتها على الباور الموجوده في الكرنت كله، يعني الار ام اس تبع الكرنت هذا الفاندمنتال على الار ام اس، شو بعطيني كمان؟ بعطيني كمان باور فاكتور ثاني، ايش اسمه؟ ديستورشن باور فاكتور. شو يعني ديستورشن؟ يعني سببه انه انا عملت ديستورشن للكرنت ويف فورم. هذا ايش بنسميه؟ مين بيعرف؟ هذا ديسبيسمنت. شو يعني ديسبيسمنت؟ ازاحه. شو الازاحه اللي صارت هون؟ ايش سببها؟ الزاويه. لما اخرت الكرنت عن الفولتج لما صار في بينهم فيز انجل صار في عندي ديسبيسمنت باور فاكتور. ايش قيمته؟ كوساين. لما الديسبيسمنت تكون زيرو قديش بكون الباور فاكتور؟ واحد. عشان هيك استخدمنا كوساين، عشان اخذنا كوساين فاي. هلا هون عندي السبب مختلف تماما. هون صار الديستورشن اللي صار في الكرنت. طب الباور فاكتور النهائي شو بصير؟ حاصل ضرب الديسبيسمنت باور فاكتور في الديستورشن باور فاكتور. الديستورشن باور فاكتور هو الار ام اس تبع الفاندمنتال على الار ام اس تبع الويف فورم الاصليه تبعت الكرنت. يعني الاي ار ام اس واحد، واحد يعني مين؟ فاندمنتال على اي ار ام اس توتال. وهذا كانه نوع من الافشنسي كمان مظبوط. ليش اخذنا الاي ار ام اس؟ لانه الار ام اس هو احسن ريبرزنتيشن لمين؟ للباور. لا للباور. مين احسن ريبرزنتيشن للباور في السيجنال؟ الافرج تبعها هون الافرج ما بينفعنيش حتى من هون. البيك تبعها احسن ريبرزنتيشن للباور اللي بالسيجنال هو الار ام اس باور. مظبوط ماشي واضح. اذا هلا احنا هون بده ينتقل عندي بده يصير الباور عباره عن ديستورشن في الديسبيسمنت. طب بالسيم باور سيستمز ايش احسن طريقه اني احسبه؟ كيف ممكن احسبه بالسيم باور سيستمز؟ ممكن نطلع الهارمونيك. في طريقه اسهل، لو حسبت، لو حطيت باور ميتر يحسب الريل باور، واحد ثاني يحسب الابارنت باور وقسمتهم الاثنين على بعض. اوكي ماشي؟ نعم.